أحباء المشاهدين من قرية المجدلة قديماً أو المجدل، قرية مريم المجدلية، نواصل دراستنا في هذه الحلقة عن العظة على الجبل، ورح أتكلم عن موضوع لا تحلف البتة. هذا المكان الجميل عند بحيرة طبرية مذكورة في الكتاب المقدس، مذكورة أيضاً في الكتابات التاريخية، ويكفي أن نقول بلدة إحدى تلميذات يسوع المسيح وهي مريم المجدلية. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل. أنا موجود في بلدة مشهورة جداً في الكتاب المقدس تدعى المجدل، مجدل من مجدال تعني البرج. هذه البلدة كانت قديماً واحدة من المدن حول بحيرة طبرية، كانت قرية للصيادين وكانت تعتبر ميناء. شهرتها طبعاً كانت تشتهر بصناعة النسيج وصناعة المراكب وصناعة أيضاً السمك المملح. إحدى الاكتشافات في هذه المنطقة اكتشفوا السوق القديم وين كانوا بيجيبوا السمك وبملحوه وبياخدوه إلى قيصاريا حتى يصدروه إلى مناطق عديدة من الإمبراطورية الرومانية. أيضاً هذه المنطقة اكتشفوا فيها مجمع لليهود واكتشفوا منبر على رسمة المنارة وتعتبر واحدة من أقدم المنارات الموجودة، يعني محفورة على حجر أو مرسومة منذ القديم. شهرة هذه البلد طبعا من مريم المجدلية اللي أحبت يسوع وخدمت يسوع. يسوع أخرج منها 7 شياطين وتبعت يسوع إلى الصليب، وكانت أول من تميزت أنها رأت المسيح الحي المقام من بين الأموات. شرف وامتياز أكون جالس بنفس القرية اللي عاشت فيها مريم المجدلية. قال يسوع طبعا بالمقارنة مع التعليم في العهد القديم، سمعتم أنه قيل أوفي للرب أقسامك أو لا تحنث، بل أوفي للرب أقسامك. لكن بالمقارنة قال يسوع لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. أنا عم بتخيل لو يسوع اليوم عم بيمشي بشوارع بلادنا، بيمشي في هذه المناطق أو بيمشي في أورشليم أو في سوريا أو في الأردن أو في لبنان أو في أي دولة، وتخيل شو الكلام اللي ممكن يسمعه من الناس. واحدة من الآفة ومن العيوب الكبيرة جداً في مجتمعنا هو الحلفان على أي شيء كبير صغير. بين كل كم كلمة بيحلفوا بالله، بيحلفوا بميت أي شيء. وطبعاً الشخص اللي بيحلف كتير هذا إن دل على شيء بدل أنه شخص غير صادق، وخليني أتجرأ أقول أنه شخص كاذب. لأنه الإنسان الواثق من نفسه المملوء من نعمة الله والمملوء من بركة الله، والشخص اللي حصل على خلاص الله، ما فيش داعي أنه يثبت صدقه بكلمات مثرثرة وكلمات تتردد لا إلها قيمة ولا إلها معنى. وبعدين الخطر الأكبر أنه منستخدم اسم الرب، اسم الله القدوس، باطلا في كل محادثاتنا بكل كلماتنا، واحنا ما بنعرف انه عم نزيد على انفسنا دينوني ولعني وطبعا خطيه، لانه الحلفان نتيجتها او عقابها الموت احبائي. فبشريعه موسى في الوصايا 10 مكتوب لا تنطق باسم الرب الهك باطلا، وبيقول عدة مرات في العهد القديم ولا تحلف باسمي للكذب فتدنس اسم إلهك أنا الرب.
قال الرب: أنا الرب، هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر. لكن المسيح أحباء أخذنا إلى عمق جديد في هذا الموضوع. في العهد القديم كان ممنوع هذا الشيء يمارس. اسم الله عظيم، اسم الله قدوس، ما تتلاعبش بالألفاظ حول اسم الله. لكن المسيح طلبنا أن نعيش بشفافية، طلبنا أن نعيش بوضوح، طلبنا أن نعيش بأمانة، طلبنا أن نعيش طبعاً بالتكلم، أنه نتكلم بالصدق ونسلك بالاستقامة، نعيش بمصداقية. يعني لازم لكلامنا يكون في مصداقية، وعلى فكرة كمان لازم يكون في محاسبة. فالكذب هو من صفات الشيطان، المكتوب عنه كذاب وأبو الكذاب. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل. When Jesus is talking about swearing, he's not talking about using inappropriate language, but he's talking about making promises that you will not be able to keep. And being frivolous in saying, I'm gonna do this, I swear I'm gonna do this, I promise I'm gonna do this, I say this before God that I'm gonna do this, and not following through. He says, tone down the rhetoric. Let your yes be yes and your no be no, and follow through on what you say you're going to do. Let your word be trustworthy. Be a person of your word. You don't need to bring the temple into it. You don't need to bring God's name into it. Simply be a person who follows through on their commitments. لا تحلفوا البتة، هذا هو كلام يسوع المسيح. فأيام المسيح طبعاً علماء وفقهاء الدين قالوا إن القسم بالله ملزم، يعني بيلزم الشخص اللي بيقسم. لكن القسم اللي طبعاً لا يذكر فيه اسم الله فغير ملزم. عارف كأنه الواحد بيتعامل مع الله إنه غير موجود، وإنه الله ضعيف أو صغير. وهي مشكلتنا على فكرة في الشرق الأوسط. الرسول يعقوب يعني قال شيء مشابه لكلمات يسوع المسيح، قال لا تحلفوا، يعني لا تحلفوا البتة، لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، بل لتكن نعمكم نعم ولاكم لا، لئلا تقعوا تحت دينونة. قال يسوع: وما زاد على ذلك فهو من الشرير. الرسول يعقوب قال لئلا تقعوا تحت دينونة. فشو اللي عم بيصير؟ حتى يتهربوا من الوفاء بوعودهم أو الأقسام اللي بيقوموا فيها، يعني ما يذكروا اسم الله. فمثلا بيحلف بالسماء وبالأرض وبأورشليم، وبعدين صار بيحلف براسه وبشعراته وبخالته وبعمته، بيحلف بفلان وفلان، وبيحلف بالهيكل، وبيحلف بأشياء كتيرة. فالإنسان حتى يتحايد شيء، يعني اسم الله القدوس، صار يحلف بأي شيء. فالمسيح علم لا تحلفوا يعني البتة، لا بالسماء، لأنه السماء هي كرسي الله بحسب طبعا نبوة إشعياء، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنه أورشليم هي مدينته، ولا تحلف بالرأس، يعني فالإنسان هو خليقته للرب، الأرض ملؤها وكل الساكنون وكل الساكنين فيها، يعني الأرض وكل ما فيها هي ملك الرب. الله غير محدود، لا تحد سموات ولا تحد أرض. فالإنسان اللي بيحلف في مكان في زمان في رأس هو عم بهين الله. إن حلفت براسك فأنت مخلوق على صورة الله، وإن حلفت في أورشليم هي بلده، وإن حلفت بالسماء هي يعني السماء كرسي الله، إن حلفت بالأرض فالله موجود وحاضر في كل مكان.
طبعا المسيح نهى بالكامل عن الحلفان، لأنه بالواقع إنه هو موجود في كل مكان، مثل ما ذكرت السماء كرسي، الأرض موطئ قدمي، وأورشليم مدينته. حتى يعني إحنا كأشخاص ما بنقدر نتحكم بشعرنا شو لونه، أسود ولا أبيض ولا شايب أو بيسقط أو لا يسقط. اللي عاوز أقوله، كل ما تقوله، كل كلمة أنت بتقولها هي أمام الله. حتى يعني بولس لما تكلم قال أقول الصدق في المسيح ولا أكذب وضميري شاهد. هذا الكونسبت موجود في العهد الجديد وموجود مراراً وتكراراً، أنه يتكلم الصدق بدون الحلفان أو استخدام اسم الله باستهتار. طبعاً في قسم اللي هو قسم المحكمة، يعني كل شيء بينتهي بقسم أو في الأعظم. يعني يسوع لما وقف أمام رئيس الكهنة قال له أستحلفك بالله الحي، قل لنا أأنت ابن الله؟ قال له أنت تقول، لأنه كان تحت قسم. طبعاً اليوم في كتير ناس بتختار أنه ما تعمل هذا القسم في المحكمة، لكن تستطيع أن تقول أقول الصدق. المسيح أحبائي بيعالج هذه الآفة، لأنه مصيبة كبيرة. هي بتعبر عن الكذب وبتعبر عن الرياء، يعني التمثيل، وبتعبر عن عدم الأمانة وعدم الاستقامة في التجارة، في أمور كثيرة. حتى أتخلص في شيء معين، ببيع شغلي فأنا بحلف، وهذا الحلفان أنت بتحط نفسك تحت دينونة الله. الله بيطالبنا نعيش بشفافية، نعيش بأمانة، ويكون في صدق. لازم يكون في محاسبة على كلامنا، لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. كل كلمة إحنا بنتكلمها رح نعطي عنها حساب. وتذكر إنه أنت كل كلمة خليك منتبه، خلي كلماتك قليلة، لأنك أنت بتتكلم أمام الله. المسيح كان بهاجم الرياء والكبرياء الديني اللي كانت بتستخدمه الناس وبتستغله في اسم الدين. ومثل ما ذكرت، لو يسوع اليوم عم بيمشي في شوارعنا وبيسمع كم الهائل من الكلام الباطل واستخدام اسم الله بالحلفان والقسم، طبعاً شيء مزري، وطبعاً شيء عم بنقلل من قداسة ومن أهمية الله. طبعاً الرب مش ممكن يشارك مجده مع آخر. من أجل هذا أحبائي، الكتاب بعلمنا أنه نعيش بأمانة بالصدق، لأنه الكذب هي من صفات الشيطان. ما في داعي أنك أنت تصدق كلامك بأي كلام حلفان. خلاص، الإنسان اللي على حق واللي بيسلك في النور، على حق وبيسلك في النور، حياتك بتكون في النور، وانت بتتكلم الحق حتى لو أسيء فهمك، وحتى لو هجمت على شيء انت يمكن ما فعلته. الحق أقوى، والنور طبعا هو اللي بيفضح وبيكشف كل تزييف وكل ضلال. الله قدوس. إذا فهمنا طبيعة الله وإذا درسنا صفات الله، فطبعا هذا شيء خطير إنه نستخدم اسم الله. فالله هو الذي قال لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لا تحلف باسمي بالكذب. نازلين على صغير وكبير عم نستخدم اسم الله. الرب يرحم بلادنا من هالخطية ومن هذا العيب اللي تعودنا عليه، صار جزء من ثقافتنا وصار جزء من عاداتنا. المسيح قال لا تحلفوا البتة، خلي كلامك نعم نعم، لا لا. الرب هو الشاهد، وخليك أنت تسلك بأمانة وبحق وبنور أمام الله وأمام الناس. الرب يباركك.